يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناتيه للتنميه والتضامن بمنطقه عين حرود اقليم المحمديه. حنا كل سنه هذه مده اكثر من 17 سنه كنقوموا بعمليه الفحص الطبي لامراض العيون وكذلك توزيع النظارات الطبيه اولا لفائده الاطفال وكذلك التلاميذ من مناطق عين حرود الشلالات سيدي مسلم المجدوب، خاصه الاطفال اللي كيعانوا من ضعف البصر وكذلك الامهات اللي كيحاولوا باش يشتغلوا في البيوت ديالهم ما عندهمش الامكانيات باش يقتنوا داخل النظارات ويقوموا بداخل الفحص الطبي. كنحاولوا باش الحمد لله نساعدهم في هذا الفحص الطبي وكذلك توزيع النظارات. هناك التلاميذ ضعاف البصر لان هناك مشكل في التعليم، خاصه لان المدرسين كيتصلوا بنا، مجموعه من المدرسين وكذلك الاطر ديال التدريس كيتصلوا بنا باش نحاولوا باش نساعدوا بعض التلاميذ، لان القلق كل قسم على الاقل فيه 5 تلاميذ او تلميذات ما كيعندهم مشكل في النظر في ضعف البصر. كنحاولوا باش نقتنيو داخل النظارات كل سنه لان استافدوا معنا 200 تلميذ وتلميذه وكذلك 140 ام خاصه من عائلات فقيره ومن الايتام ومن الارامل. اولا بهذه المناسبه كنشكر المحسنين اللي ساهموا معنا في هذه عمليه توزيع النظارات والفحص الطبي، كنشكر الاطر الطبيه اللي شرفت على هذه العمليه الطبيه، ونتمنوا ان شاء الله السنه المقبله يكون لنا اكثر من هذا العدد لان المنطقه ديالنا خاصه عين حروده المحمديه السيد البرنوصي كيعانوا من ضعف البصر خاصه مشكل التلوث اللي كتعيش المنطقه، ونتمنى ان شاء الله يكونوا يحصلوا على في الدوره الثانيه على نتائج جيده. عندي دراتك بيدك. الله يعطيك بخير. عندي دار ديالكم نعيمه. شكرا. والنظر كيعاونوا بعدا شويه كل العامات اللي كيقرا في ديال نظره المعاقين المعاقين. المهم درنا النضيدرات الحمد لله دوزوا لينا والامور دازت مزيان، وهذه مده تقريبا شي 15 سنه ديما كيبدلوا لنا النظر ديالنا داك القياس ديال النظر ديالنا، والله يعطيهم الخير والله يجزيهم بخير لان هادشي محتاجين وما فحالناش باش غادي نديروا ندوزي وديري النظر ما فحالناش. كنجيو لهذه الجمعيه ان شاء الله والحمد لله وكيديروهم لينا بخير وعلى خير، وكنشكرهم كنشكر المحسنين بزاف بزاف الله يعطيهم الخير. ووليداتنا حتى هما كيديروا القياس ديال النظارات ديالهم المدرسه باش يقراو لنا وجبنا نقطه زوينه، وكنفرحوا مفرحين هاد الناس الله يعطيهم الخير الله يسهل عليهم. السلام عليكم. حنا كمؤسسه بنو الهيتم تنشتغلوا مده 12 سنه مع جمعيه نهضه الزناته في مدينه عين حروده في اطار الاطفال اللي عندهم ضعف في البصر، تنحاولوا نشوفوا البصر ديالهم وتنعطيهم النظارات الطبيه، وتنقولوا لوالديهم الاباء في اطار التمدرس الاباء والامهات ديالهم يراقبوا وليداتهم في البصر ديالهم في الكتابه ديالهم، يشوفوهم كيفاش تيكتبوا ولا تكون كتبه عوجه ولا شي حاجه، يعرفوا اوتوماتيكمون ان الوليد خصهم يديو عند طبيب العيون باش يشوف البصر ديالو ومن بعد يمشي يدير النظارات الطبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا استاذ هنا في المؤسسه اللي قدام جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن، وشفنا بان الوليدات ما كيشوفوش بزاف وكيديروا اخطاء في السبوره وكيديروا اخطاء في القراءه، دونك انصحنا الاباء ديالهم باش يديروا من النظارات الطبيه، وكانت هذه الجمعيه هذه يعني ساهمت بالنظارات الطبيه وساهمت بالتشخيص الطبي، ودابا كنشوفوا بان الوليدات اللي داروا النظار كلهم تحسن الرؤيه ديالهم وتحسنت القراءه ديالهم، وهذا بفضل ان شاء الله الجمعيه والناس اللي مساهمين فيها. وكنشكروا احنا كل عام كنجيو كنشوفوا كنساهموا بحال هكا كنساهموا معاهم وكنحفزوا الناس باش يديروا هكا تشخيص لوليداتهم.